معاكم. خلينا بقى واحنا في الحته الخاصه بالتحقيقات دي هتكون موجوده معانا كل يوم في تحقيق نجيبه لحضراتكم، نروح معاكم للناحيه القانونيه والدستوريه ونشوف معاكم دستور وقانون في صباح تريم. المادة 85 لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية. معنى إيه؟ إنه مفيش لا حجاب ولا حاجز بين الفرد وبين السلطة. أي إنسان يعن له أن يخاطب السلطة الدستور أباح له هذا. تقدرش السلطة تقول لي أنت إيه اللي بتقدمه ده، أنت إيه جاي لي؟ لا، ده أنا بستعمل حق دستوري أن أخاطب السلطة وقتما يعن لي ذلك، فأتقدم لها بكل ما أريد أن أتقدم، بلاغا كان أو استضاح أو كشف لوقائع. حق المواطن في أن يخاطب، خاطب. لكن ما تجيش بقى تقول أنا باسم المحامين أتقدم ببلاغ كذا. لا، المحامين دول كيان، وكيان قانوني، وينتظمه شكل قانوني، ويترأسه سعادة نقيب المحامين. يبقى اسمه شخص اعتباري، لأن الأشخاص في القانون نوعان: الشخص الطبيعي اللي هو الإنسان اللي زيه وزيك، والشخص الاعتباري الذي اعتبر القانون أنه له ذمة قانونية. فالشخص الاعتباري بقى اللي يخاطب باسمه أو يخاطب باسمه من يمثل هذا الشخص الاعتباري.